دلوقتي خلينا نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في دور المجموعات ببطوله كاس الرابطه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وده بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. يتناول اللقاء العلاقات الثنائية اللي بتربط بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات. النهارده هيقوم وفد تجاري رفيع المستوى برئاسة الوزير الاتحادي للتجارة والصناعة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز بعرض منتجات الأعمال واستكشاف إقامة العلاقات التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية ومعرض الدولة الواحدة اللي بيستمر من 9 ل 11 يناير بالقاهرة. النهارده لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار دور المجموعات في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة. هيلتقي زاد مع طلائع الجيش في تمام الساعة 3 عصراً، وفي 5 مساءً هيلتقي المصري مع المقاولين.